منصور با رئة الوسط للكاك. برواس كبير بالسن وبالعطاء، المنصفي غابت عنه اللمسة الأخيرة المعتدلة، المسكيني اليد الواحدة لا تصفق، إجرو سريع لم تستفيد منه الكاك في الحمل. التماس لفائدة فريق الرجاء. انتهى الوقت القانوني من الجولة الثانية، نعيش الوقت المحسب بدل ضائع ليحتسبوا 0-0. يعني دائما تشجيعات متواصلة بالنسبة لجمهور مدينة القنيطرة، يعني رمز للوفاء ورمز الإخلاص لفريق النادي القنيطري. 3-0 الميدان في اتجاه اللاعب أوساغونا. تمشي عند اللاعب الصابري، صابري من مواليد 97، لاعب صابري جميل من مواليد سنة 1997. بالفعل، وهذا علاش كنقول لك كتخدم المصالح ديال التشويق فريق الرجاء، لانه الرجاء اليوم فرغم ذلك فهي قريبه للطابور المقدمه وحتى